تعودوا إلى مدارسكم بحيث تنشروا هذه الثقافة أو ثقافة الحوار لابناء الدولة في الحديث بالحقوق المساويين. بأنك بيد بيد شنينا الشعب في اليمن عز تقديم مكانته السياسية. ونحن في اليمن كان الحوار هو الناجز الأوسع لإنقاذ البلاد من الفوضى وكمالات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل. اليمن سنعمل كل ما بوسعنا من أجل تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية مستقلة. إيماناً بالأدوار الإيجابية والوطنية التي يجب أن تطلع بها منظمات المجتمع المدني في تعزيز الاستقرار وخلق مناصرة لمخرجات الحوار الوطني بين أوساط المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص، فقد كان لمنظمة دايفرسيتي حضور نوعي وغير مسبوق في 4 مديريات بمحافظة الضالع لتسير في هذا الاتجاه. حيث تركز اهتمام المنظمة في خلق مناصرة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتشكيل رأي عام لمساندة المرحلة الانتقالية بين أوساط القيادات التعليمية والشباب وطلاب المدارس الثانوية من خلال مشروع مخرجات الحوار الوطني صمام أمان لمستقبل الشباب. وكان للجهود المبذولة والمشتركة بين إدارات المدارس وفريق العمل في منظمة دايفرسيتي نتائج مثمرة تجاوزت التوقعات، فمن خلال التعاون المشترك كانت هناك جملة من الفعاليات والأنشطة التي أسهمت بدور فعال في إكساب المستهدفين معارف ومعلومات حول مخرجات مؤتمر الحوار، مما ساعد هذا على رفع الوعي بين أوساط الشباب في المدارس الثانوية وحشد كافة الجهود للمشاركة الإيجابية في مساندة المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا. ولقد اشتمل المشروع على سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت الشباب في 12 مدرسة من 4 مديريات بمحافظة الضالع هي دن، جبن، الحشا وقعطبة. وتمثلت الخطوة الأولى للمشروع في تأهيل 24 ميسرا من المرشدين الاجتماعيين ومدراء المدارس لإشراكهم في التوعية بمخرجات الحوار والإشراف المباشر على سير الفعاليات في المدارس وحشد كافة الجهود في مناصرة مخرجات الحوار وتوسيع قاعدة نشر الوعي لتصل إلى المدارس المجاورة في كل مديرية. استفدنا كثيرا من هذه الدورات. أولا تحفيز الكادر العلمي بأن تكون عنده الاستعداد والوعي الكامل من مخرجات هذا الحوار الوطني، حتى إذا تحمل هذا الهم وتحمل هذه القضية وينقلها إلى غيره من الطلاب ومن المعلمين الآخرين، حتى كل إنسان يهتم بهذه القضية، حتى نكون مشاركين في قضية الوطن، وطن في الأمن، في الاستقرار، في كذا. سنكون إن شاء الله عند حسن ظن هذه المنظمة، عند حسن ظن المؤتمر الوطني، عند حسن ظن شعبنا اليمني، وسننزل إلى مجتمعاتنا المحلية، إلى مدارسنا. سنعمل كل ما بوسعنا من أجل التوعية بأهمية وضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وإن شاء الله يمن جديد، يمن تسود فيه القانون والمواطنة المتساوية. وشكرا. يعني كنت يعني سعيدا جدا يعني للمواضيع الذي يعني نوقشت، لأنها تخص يعني تخصنا كيمنيين كلنا، وكنا محتاجين لها في الوقت الحاضر. وتواصلت فعاليات المشروع بأكثر من اتجاه ووسط تفاعل مميز، سواء في الفعاليات الشبابية في المدارس أو من خلال حلقات النقاش للتوعية
بمخرجات الحوار التي استهدفت المعلمين والمعلمات من جهة والطلاب والمعلمين من جهة أخرى، والتي صبت جميعها في قالب واحد وفي إطار أهداف المشروع. وإلى جانب كل ما سبق وضمن أنشطة المشروع، فقد كان للفعاليات المدرسية أثراً بالغاً في تنمية معارف الطلاب والطالبات حول مخرجات الحوار الوطني وتعزيز حب الوطن بين الجميع. وقد تجسد هذا في مجموعة من الأنشطة التي شارك فيها الطلاب والشباب والمعلمين، فلقد كان للمسرح المدرسي حضوراً مميزاً في تناول مخرجات الحوار الوطني والتثقيف ورفع الوعي وإيصال رسائل هدفت إلى مناصرة المخرجات وحثت على العمل معاً من أجل يمن جديد تسوده قيم العدالة والمواطنة المتساوية. ومن جانب آخر، فقد كان لنشاط الإذاعة المدرسية دوراً فعالاً في نشر الوعي وإكساب الطلاب معارف ومعلومات منوعة حول مخرجات الحوار الوطني، وتمثل هذا من خلال مسابقات وكلمات الطلاب في طابور الصباح في إطار الإذاعة المدرسية التي تم تكريسها لمناصرة مخرجات الحوار ومساندة الفترة الانتقالية. هذا إلى جانب الأناشيد والأغاني الوطنية التي عرضها الطلاب والطالبات في مدارسهم ضمن فقرات الإذاعات المدرسية التي عبرت في مجملها عن حب الوطن والعمل من أجل إنجاح التحول الديمقراطي في اليمن. وكان للأنشطة الثقافية مع الشباب في كل مدرسة أدوار إيجابية في تجسيد مخرجات الحوار الوطني، وتمثلت هذه الأنشطة في إقامة ندوات فنية وأعمال رسم من قبل الطلاب الموهوبين الذين أبدعوا في التعبير عن بناء اليمن الجديد وصناعة المستقبل ومساندة مخرجات الحوار من خلال لوحات فنية متنوعة استانت بها جدران المدارس. كما عملت المنظمة من خلال تشكيل لجنة على اختيار أفضل الرسومات الفنية، وتم تصميمها على شكل كتيب سيتم توزيعه على المدارس في محافظة الضالع. إضافة إلى ما سبق، فقد عمل فريق المشروع بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع واختيار المدرسة النموذجية والتي تميزت بتنفيذ جميع أنشطة المشروع بشكل رائع جدا، وكذلك اختيار أفضل المدارس التي تميزت بتنفيذ أنشطة محددة.